تنضم إلينا من القاهرة نسرين الصباحي الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة نسرين، مرحبا بحضرتك معنا في هذا النقاش. مؤخرا هناك تحولات كبيرة في دول غرب أفريقيا متعلقة برفض الوجود الفرنسي، هذا ليس على المستويات العسكرية فقط ولكن المستويات السياسية والثقافية أيضا. هذه الإجراءات ينظر إليها على أنها انتقامية من فرنسا وسياساتها الاستعمارية، ما رأيك؟ اولا اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. في البداية خلينا نحط هذا الرفض الافريقي للوجود الفرنسي في دول القارة الافريقية وتحديدا منطقة غرب افريقيا وشمال افريقيا نتيجة مجموعة من العوامل، من ابرزها رقم واحد الاخفاق الفرنسي في مواجهة الارهاب، على الرغم من الوجود الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي لمدة جوازة العقد من الزمن، ولكنها فشلت في مقاربتها الأمنية في مكافحة الجماعات الجهادية المتواجدة في هذه المنطقة، حيث سيطرت هذه الجماعات على مساحات أكبر من الأراضي، بل امتد نفوذها لمساحات أخرى في منطقة غرب إفريقيا لتشمل منطقة خليج غينيا. رقم اثنين الركود الاقتصادي، وده نتيجة ارتباط فرنسا بالعملات اللي موجودة في دول غرب إفريقيا زي عملة الفرنك الإفريقي اللي جعل اقتصادات هذه الدول في حالة من الركود. رقم ثلاثة الاستغلال الاقتصادي، فرنسا بنت ثروتها وتقدمها على حساب الشعوب الإفريقية، فهي تستغل موارد وثروات الدول الإفريقية ومنها على سبيل المثال الذهب في مالي واليورانيوم في النيجر. والحقيقة أن دولة النيجر لو شفنا المفارقة الكبيرة إن فرنسا بتستورد منها اليورانيوم لتغطية الكهرباء في فرنسا، في حين إن النيجر بتعاني من أزمة في الكهرباء وتستورد هي الكهرباء من جارتها في الجنوب وهي نيجيريا. وبالتالي فهي وأيضا فرنسا تستغل دول أخرى زي الجابون في النفط وغيرها من باقي الدول، فضلا عن الغطرسة الفرنسية والتعامل بالنظرة الاستعلائية على شعوب القارة الإفريقية، وده ظهر في أكتر من شكل من أشكال سياسة فرنسا تجاه الدول الإفريقية خلال الفترة الأخيرة، وده نابع أيضا من الإرث الاستعماري لفرنسا في الدول الإفريقية اللي بدأت دلوقتي الشعوب الإفريقية وتحديدا الجيل الجديد من الشباب في هذه الدول برفض هذه السياسات المتغطرسة من الجانب الفرنسي ومحاولتهم لإيجاد حلول بديلة، وده ظهر في الاحتجاجات اللي قامت بها شعوب ودول منطقة غرب إفريقيا خلال الفترة الأخيرة لرفض الوجود الفرنسي والترحيب بوجود دول أخرى زي في مقدمتها طبعا روسيا.